أحيت مديرية المعاهد الموسيقية والبالي بوزارة الثقافة حفل التكريم الثاني للطلبة المتفوقين بمعاهدها يوم الثلاثاء الماضي بالمسرح المغلق بمجمع دمر الثقافي، حيث تم إقامة حفل موسيقي وتوزيع شهادات التكريم على الطلاب المتفوقين المشاركين. أريد شارك في الحفل 38 طالب وطالبة ما بين عزف منفرد وجماعي وغناء شرقي. للحديث أكثر عن هالفعالية معنا بصباحنا غير لليوم مدير المعاهد الموسيقية المايسترو محمد زغلولي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، مبروك حفل التكريم الثاني للطلاب، وأيضا يا هلا فيك. يعني كان في مشاركات لجميع المعاهد التابعة للمديرية بهذا الحفل، خبرنا أكثر عن مشاركتهم. تمام، اليوم برعاية وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد أقيمت مديرية معهد الموسيقية والبالي بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الأساتذة الثقافة والفنون حفل التكريم الثاني للطلبة المتفوقين بالمعاهد الموسيقية. المعاهد الموسيقية اليوم صار عددها 7، اللي هي معهد صحيح الوادي بدمشق، معهد صباح فخري بحلب، معهد فريد أطرش بسويدا، معهد محمد عبد الكريم بحمص، معهد نجيب سراج بحما، معهد محمود العجام باللاذقية، وفتح مؤخرا من 5 أشهر معهد عربي للموسيقى بطرطوس. الفكرة الأساسية هي بالملتقى وإنه يلتقوا ويتجمعوا دور الطلاب. نقول حفل المتفوقين اكيد مو المقصود انه تفوق بماده الرياضيات تبع 1+1=2 او اي ماده علميه ثانيه. التفوق اليوم انا بشوفه مجرد انه نحن هي المعاهد مستمره موجوده، طلاب مستمرين بدروسهم، الاساتذه مستمرين بالتزامهم، الكوادر الاداريه بتكون موجوده، فهذا هو كمان تفوق. اليوم كان تقريبا في 38 طالب مشاركين. تنوعت المشاركه ما بين العزف والغناء، تقدم كل أنواع الموسيقى الكلاسيكية والشرقية بهذا الحفل. هذا كمان بيدل على التنوع والغناء اللي عم تشتغل فيه معاهدنا الموسيقية اليوم ضمن المنهجية اللي نحن حاطينها كمديرية معاهد واللي عم نتابعها دائما بإشراف وزارة الثقافة. كانت الأعمار كمان حتى الأعمار مختلفة، منلاقي اليوم الطفل اللي عمره 8 سنين 9 سنين كان مشارك، واللي عمره 11 سنة واللي عمره 13. الانسجام اللي كان الجماعي بالعزف الجماعي بين الطلاب، أوركسترا النفخيات مثلا اللي معها صحيح الوادي اللي هي فتحت الحفل بقيادة أستاذ دولام شهاب اللي بنوجه لهم تحية، اللي أبدعوا بثلاث قطع منوعة كانت معزوفة. معهد حما اللي كان مشاركته من خلال طالب الغناء يزن كفا اللي كثير تميز بغنائه وإدائه بالإضافة لطالب العود. معهد العربي الموسيقى بطرطوس كمان أبدعوا طالبين بالعود والغناء. معهد محمود العجان تميز ما بين الكمان والبيانو، بالإضافة لمعهد محمد عبد الكريم بالجيتار بالفلوت، كمان البيانو مع صحيح الوادي من خلال مشاركته بالمتفوقين من آلة الكمانجة والفلوت والبيانو، اللي بنفس الوقت هنين تخرجوا السنة من بارك لون، يعني كانت الفرصة متاحة أنه منه تخريج ومنه التكريم التفوق. معهد فريد الأطرش كمان اللي أبدع بمشاركته من خلال العزف السولو ومن خلال العزف الجماعي اللي سمعناه كتخت شرقي وكفرقة شرقية للمعهد. هذا التنوع وهذا الغنى اليوم بيعطيهم هن حافز جديد. وهذا اللي بدي أسألك عنه، يمكن حفل التكريم اللي صار تميز بخصوصيته بالمشاركة الكبيرة اللي فيه من جميع المحافظات السورية، كان في تنوع، كان في انسجام، كان في أعمار مختلفة، فئات مختلفة، بتحس إنه روح واحدة، نبض الحياة موجود، إن كان عن طريق الفن والثقافة. يعني نشاطاتنا أبدا خلال الحرب ما وقفت، بالعكس بتحس في تزايد وإقبال على هي النشاطات، وفي مواهب سورية كتير موجودة بسوريا عم تندعم من خلال هاي المعاهد. في نقطة كتير مهمة، نحن اليوم خلال 6 سنين وشوي من الحرب على سوريا عم نشوف اليوم نتاج صار بالحرب. يعني اليوم نحن بوزارة الثقافة 4 معاهد افتتحوا خلال الحرب، اللي هن طرطوس مؤخرا وحما وحمص واللاذقية، وشفناهم على أرض الواقع على المسرح. على المسرح ما في مجاملة، يعني اليوم الدليل وقت نقول انه اليوم المعاهد ظلت مستمره ما سكرت ولا يوم، الاساتذه ملتزمين، الطلاب والاهالي عم يجيبوا اولادهم، عم نشوف النتيجه اللي موجوده على المسرح. طبعا نحن عدد المتفوقين والمميزين بالمعهد هو اكيد اكبر من هيك، ونحن بنتمنى يشاركوا العدد الاكبر، بس بنعرف لاي حفل بصير في معايير، ودائما انت محكومه بالعدد ومحكومه انه بالمقاييس والمعايير بس بالتالي نحن ضمن خطتنا رح يكون هو، يعني اي طالب موجود ومتفوق ومميز ما رح يكون خلص من المعهد ليكون حصل على هذا التكريم وعزف بحفل
خلينا نسميه مركزي على مستوى سوريا، بالإضافة لمشاركاتهم اليوم رح تكون ضمن معاهدهم وتكريماتهم بدها تكون ضمن المعاهد. الفكرة بحد ذاتها فكرة بدل ما أنا سهلة أنك تجمعي هذا العدد من كل المحافظات، هي أكيد بحاجة لتعاون من كوادر إدارية بالمعاهد، تعاون الأهالي وتشجيعهم للفكرة. تعاون الأهالي يعني لهم دور كتير كبير بتنمية يعني هالمواهب وإيصالها لطريق صحيح. رح لك شغلة ببساطة، مثلا يوم طلاب معهد نجيب السراج اللي من حما، طالب بينزل من المحردة للمعهد والطالب الثاني بيجي من السلمية، يعني اليوم هو إجا من السلمية ورغم هي الظروف، فهذا شو يعني ما بيعطيك شيء غير قدامك انه انت قدام مسؤوليه كبيره قدام هذا الجيل اللي هو ما عنده مشكله بس انه يظهر من هو الطفل السوري الصح. مايسترو ذكرت لنا انه تم عرض وعزف مقطوعات رائعه من معاهد مختلفه، نحن راح نتابع مع بعض مقتطفات من اجواء الحفل ونرجع لنكمل حديثنا مع حضرتك. كنا عم نتابع معك مايسترو مقتطفات من حفل التكريم، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه رغم كل ظروف اللي عم يعيشوها الطلاب، في ظروف صعبة، الطلاب مهجرين ان كان من حمص او من حما عم يجوا على المعاهد تحت ظروف كتير صعبة وعم يشاركوا وعم يكون في عندهم تفوق وعم يكون في عندهم مواهب تندعم. أكيد في ظروف كتير صعبة، يعني حتى أنا اليوم وهي نقطة مهمة لما نشوف الطفل عنده شيء نحن عم نحاول ندعمه. يمكن يعني نحن أول شيء من واجبنا ندعم هي المواهب. اثنين، أنت لما بتشوفي هذا الإصرار من هاي الطلاب وإجت رغم هاي الظروف فأنت كمان بتضعك قدام مسؤولية كبيرة وبتشوفي أنه أنت يعني شو ممكن لازم تقدمي. لكن كل محافظة اليوم تختلف في معايير عن الأخرى. يعني في محافظات مثلا ما عندهم الكوادر الموجودة بالشام أو الموجودة بسويدة فرضا، بحلب معهد مثلا مثل حما انه عليهم عمره 3 سنين ضمن هي الامكانيات، معهد مثل حمص نحن هون شو بنساوي؟ عم نساوي نحاول خلال ورشات عمل سواء للنظري او للعملي، ونهينا الشهر الماضي كنا ورشه عمل لكل اساتذه الصفج بالمحافظات اجوا عملوا بدمشق ورشه عمل رح تكون تقريبا كل 3 شهور. هون نحن بنضل حريصين مشان نضل في تواصل، كيفيه اعطاء المنهاج، كيفيه اعطاء الدرس. بتعرف اليوم الطفل له طبيعه درسه، ومن هون انا يعني بداية عبر منبر الاخباريه اليوم اي حدا مسيء اليوم من زملائنا الاكاديميين واللي عندهم فعلا نظره وبيغاروا على مصلحه الاطفال تكون الغيره هي على ارض الواقع انه نحن نفيد المعاهد بالعملي. يعني انا اليوم ماني بحاجه لحدا يجي تنظير او حكي او لا، انا اليوم الباب مفتوح لاي حدا بس على ارض الواقع نعمل لهم ورشات عمل، شو فينا نطور، نجيبهم لعنا، شو في امكانيات نحن نروح لعندهم، الباب مفتوح للجميع. يعني اليوم انا بعتب احيانا انه على حدا مثلا بس انه هيك قاعد على الفيس انه عنده شويه وقت فاضي انه يكتب شويه انتقادات لاي مجال إن كان، لا خلينا نحن اليوم على الارض الواقع، هي الاطفال تستحق. انت اليوم شفت الطفل على المسرح
ما بتعرفي هذا الطفل لو وصل على المسرح شو كان معاني، شو ظروفه بالبيت خلال العام. ما عم نحكي تحت الهواء انه في اطفال تماما كانوا بمناطق حتى وصل محاصرين. لا نحن خلينا نشوف تمام. انا ليكي انا بنظرتي النظره الانسانيه دائما مطلوبه باي مجال، خصوصي بموضوع الطفل وموضوع الموسيقى. برجع بكرر، انا اليوم التفوق مو انه معناته هذا اخذ 10 من 10 بالرياضيات ولا 10 من 10 بالجغرافيا، لا، اليوم بالموسيقى تفوقه هو تفوقه على حاله بهي الحرب، رغم يعني مو نسميه الازمه، رغم المعاناه نقول مثلا النفسيه نتيجه نعرف قذائف صواريخ حسب المنطقه، لا عم بيضل عم بيغني عم بيضل عم بيعزف عم بيضل عم بيروح على المعهد. يمكن الامور العلميه هي موجوده ولازم تكون عند أكيد. الطفل والطالب ولحتى يتعلم بالمدرسه، لكن هي الموسيقى هي اختياره طبعا. بتكون لحتى هو يطلع ابداعاته ويطلع كل شيء بداخله. اليوم قديش بالفعل كل طفل هو بحاجه لدعم لحتى ينمي مواهبه، ان كان بالموسيقى او اي بنشاطات اخرى، حتى شوي يطلع من جو الحرب يلي مرت عليه. دعم الموهبه وثقلها موضوع كثير مهم، وكل طفل عنده موهبه مختلفه، يعني بالرياضه بالموسيقى بالادب باي شيء. هي حلو اليوم لما هي الموهبه انت تثقليها، لما هي الموهبه تدعميها وتتابعيها. الدراسه اولويه، يعني هلا اليوم اغلبيه الطلاب اللي بنشوفهم متفوقين وشاطرين بالموسيقى هن كمان شاطرين بمدارسهم، يعني من الاوائل، حتى في منهم نسبه كبيره عم بيكونوا كمان رواد على مستوى سوريا طلائع. فالمتفوق هو متفوق يعني تقريبا بكل شيء، وهذا الطبيعي لانه هو بيكون حدا بنظم وقته، حدا بيعرف انه شو بده، هيك شيء بتجي بالفطره نوعا ما، مع موضوع انه الاهل والبيت والمدرسه. فلا اكيد الدراسه اولويه، لما بندعم الموهبه كمان بالدراسه الصح والطريقه العلميه الصح كمان هذا الشيء بينمي شخصيه الطفل، بينمي شخصيته. فنحن عم نحكي اليوم بحرب معاهد عمره 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين وعم تعمل نتاج، فانا بعتبره هذا انجاز مهم. بالتأكيد هذا إنجاز أكيد. كبير بدعم من وزارة الثقافة أكيد من يعني والوزارة على الجهود الكبيرة اللي عم يكونوا فيها كمان في ظل الحرب. خلينا نحكي بعد هيدا التكريم، شو في خطط أو أنشطة أو فعاليات مع بداية العام الدراسي فينا؟ نحن حاليا بلشنا بامتحانات القبول للمعاهد الموسيقية اللي دائما نحن بناخذ العمر من 7 سنين لـ 12 سنة. بلشنا من يوم الثلاثاء بمعهد السويدة، بكرة الجمعة يعني هو الجمعة، بس رح يكون كمان في بمعهد صلاح الوادي بدمشق ومعهد محمود العجام باللاذقية، وباتباعا بكل المعاهد. بعد حفلة يوم الثلاثاء بفكر هلا يعني في نزيع انه هو نعمل شيء اسمه مثل ملتقى المعاهد اللي هذا يكون مثلا سنوي او كل 6 شهور. بنزل المعاهد ممكن نعمل يوم مخصص لكل معهد يعني حفله، لانه بيستاهلوا يعني اليوم في كوادر كويسه ومختلفه يعني ما بين العزف الجماعي والعزف الافرادي والغناء. هذا كمان بيعطي دعم اكثر وبيستفيدوا من خبرات بعض الاطفال وحتى الاساتذه حتى المدراء. الفكره هي ثاني سنه على التوالي، يعني من لما صف مديريه انه صاروا يجتمعوا مدراء المعاهد الطلاب هيك بيتعرفوا، يعني انا بنفس الوقت هي خطوه مهمه، لانه لما تدعم الطالب المعهد يدعم الطالب ويقوم بحفل للطلاب، خصوصا لانه ما في أكيد. عندك جهات اخرى تدعم هي الطلاب هي او تقوم بحفل لهم. تمام، والاهميه بتجي لما مثلا اليوم اجوا حلب على الشام واجت السويدة على الشام واجت المعهد شافوا بعض عرفوا اليوم كل معهد شو المستوى اللي عنده. فانا بدي اصفهم بحالي مثلا كمدير معهد انه والله في هي الشغله لازم انا اشتغل عليها بمجتمع انا وكادري التدريسي، اذا انه بدنا نعمل هالقصه. السنه كان مثلا احسن من السنه الماضيه، هالسنه اكيد كان في اخطاء بنتجاوزها مثلا بالسنه الجايه، فبس نحن المهم انه نبلش، المهم انه نحن نضل عم نشتغل. اما انا اذا كل خطوه بدي اقعد افكر فيها ممكن تنجح وممكن ما تنجح ويلا بلاها، فمعناتها بنضل قاعدين محلنا وما عم نساوي شيء. يمكن الأهل كمان بيحطوا طفلهم أو طالب يعني بأول الطريق، وكمعاهد موسيقية بتستلمه وبتنمي له موهبته، هل بيكون في تواصل بينكم أو بين إدارة المعاهد وأهالي هالطلاب المبدعين؟ أكيد في تواصل، هلأ دائما في اجتماع ولي أمور ببداية العام وحتى بنص السنة بين المعاهد وبين يعني بين الادارات مجلس اي كل معهد واولياء الامور. بنفس الوقت كمان انا كمديريه معاهد عم بيكون في تواصل بشكل دوري، عم نطلع بنجتمع بالاهالي، في تواصل عبر صفحه مديريه المعاهد الموسيقيه والباليه على الفيسبوك، يعني لاي شيء اي استفسار اي شيء ممكن يصير مقترح، او حتى اذا كان في موضوع اي يعني شكوى او شيء، يعني هذا كله يعني عم بيكون موجود وعم بيكون متابع. نحن همنا بالاخير انا بالاخير افكر كموسيقي،
يعني كموسيقي مثل ما انا اليوم الدوله اعطتني الظروف اللي ما اعطتها لحدا من دول الجوار. نحن اليوم لما كنا يعني صغار بالمعهد العربي بعدين المعهد العالي كان في خبراء روس، كان يعني الطالب اليوم بيكلف الاف الدولارات، صحيح برا بيدفع عفوا يعني بيدفع الاف الدولارات لحتى يتخرج. نحن كنا نكلف الدوله الملايين لتخرجنا. يعني اليوم كل موسيقي تخرج من المعهد العالي للموسيقى كلف الملايين حتى تخرج. بوقت احنا كنا ندفع يعني رسم زهيري وتبع 150 او 200 ليره على رسم السنه كلياتها بالمعهد العالي. اليوم بال 4000 ليره هو رسم المعاهد الموسيقيه بسوريا. فبتلاقي اليوم الدوله عم تدفع لحتى تلاقي استمرار الحياه الموسيقيه ونبض الحياه الموسيقيه ورعايتها. المايسترو محمد زغلول مدير المعهد الموسيقي، نتشكرك على تواجدك معنا، نتمنى لكم التوفيق، واكيد كاميرا الاخباريه السوريه مرافقتكم بجميع نشاطاتكم. هدفنا الاساسي هو دعم المواهب والشباب السوري اليوم، اللي قلنا يمكن وكررنا هي النقطه انه عم يعيشوا بظروف صعبه واستثنائيه، فيجب دعمهم يمكن هذا اهم شيء اليوم. شكرا كثير لكم، بتشكر فعلا وزاره الثقافه سيد وزير الثقافه اللي كان استاذ محمد احمد اللي كان متابع شخصي للفعاليه وكان يعني اعطى كل الاهتمام والدعم، لانه انت بالنهايه هيك فعاليات اذا ما في دعم وايمان مطلق بهيك ما بتصير. بتشكر كل مين ساعدنا وساهم معنا من ادارات المعاهد والكوادر الاداريه والتدريسيه. شكرا كثير لقناه الاخباريه اللي دائما هي مغطيه لنا نشاطاتنا واللي هي بتوصل صوتنا دائما، فشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله دائما يضل الفن هو صوت الحياه اللي عم ينبض بسوريا. شكرا كثير لك. شكرا. نور، امبارح احتفلت الطوائف المسيحيه بعيد الصليب المقدس.